حلقة جديدة من سلسلة الأفعال الأساسية في اللغة الإنجليزية أو Basic English Verbs، السلسلة اللي احنا بنتعلم فيها أشهر الأفعال بالإنجليش ومعانيهم الكتيرة. تخيل أنت تبقى عارف فعل واحد وعارف ليه أكتر من معنى بيستخدمه كثيرا. الكلام ده هيفرق معاك كتير جدا في أنك تطور اللباقة بتاعتك. لو حبيت تتفرج على بقية السلسلة، لو أنت تتفرج على الفيسبوك هتلاقي السلسلة أعلى الفيديو، ولو بتفرج علينا على قناة اليوتيوب هتلاقيها أسفل الفيديو. Let's start. معانا النهاردة فعلين، فعل buy يشتري وفعل sell يبيع. يلا نبتدي مع فعل buy. buy فعل في اللغة الإنجليزية بمعنى يشتري، والماضي بتاعه bought. بس buy مش معناه بس يشتري، زي ما أقولك مثلا I buy a laptop أو I wanna buy a car، أنا عاوز اشتري عربية وهكذا. buy كمان ممكن يجي بمعاني تانية كتير. أول معنى معانا لما تحب تقول لواحد أنا مش مصدق، زي believe، عاوز تقول مثلا مش مصدق القصة دي، ممكن تقول له I don't buy this story، أنا مش شاري القصة دي، مش مصدقها. I don't buy this story. أو عاوز تقول له أنا مش مصدقك. I don't buy you. I don't buy you. زي I don't believe you. buy كمان ممكن تيجي بمعنى إنك ترشي حد أو تديله رشوة، بالإنجليش bribe. زي ما أقول لك مثلا إحنا محتاجين إن إحنا نرشي أو نرشي القاضي ده، نديله فلوس عشان يحكم بالزور مثلا. We need to buy this judge. وبنقولها على فكرة في العامية المصرية، احنا عاوزين نشتري القاضي ده. We need to buy this judge. كده خلصنا فعل buy اللي ملوش معاني مختلفة كتيرة عن المعنى بتاعه الأساسي. نخش بقى على sell، وsell معناه يبيع والماضي بتاعه sold. طبعا معنى sell زي sell a car، ابيع عربية، sell a laptop، ابيع اللابتوب او sell my laptop. sell كمان ممكن يجي بمعنى حاجة الناس بتشتريها كتير. لما اقول لك مثلا the new iPhone، الايفون الكتير sell الجديد sells well، يعني الايفون الجديد بيتباع كويس او في ناس كتير بتشتريه. the new iPhone sells well. sell كمان ممكن تيجي بمعنى promote، يعني يسوق لشيء. زي ما اقول لك مثلا this is a good idea، دي فكرة كويسة، but we need to sell it، احنا محتاجين نسوقها، محتاجين نوصل لناس اكتر. this is a good idea but we need to sell it. sell كمان معناها يخون، betray، انك تخون حد. تمام، خنتني بكام يا عشر؟ تمام، فممكن نقول بالانجلش you sold me، انت بعتني، انت خنتني. وممكن تقول you sold me out، you sold me او you sold me out. بعتني you sold me out يا عشر، you sold me. انا ابراهيم. لو انت واحد من الناس اللي استفدت من السلسلة دي وبتحبها جدا جدا، please share and like، عشان لسه في افعال كتير عاوزين نتكلم عليها وعن معانيها المختلفة. thank you and goodbye.